في شيء مخبى؟ ابدا. ليش جمهور المستقبل بده ينتخبك؟ مين قال انه حينتخبني؟ في صور لمنافسك الأوجي او المستقل اللي اعلن عن نفسه انه هو مدعوم من القوات المرشح يوسف النقيب، في صور له مكتوب عليها خائن. نحن ما بنخون حدا، تفسيرها انه للاسف بصيدا اليوم في جو منه كتير حابب التحالف مع القوات اللبنانيه بسبب حوادث سابقه صاروا وبسبب عدم تسويه هذه الحوادث وعدم تعويض على اهلها. مع منع اي مسؤول يحمل جنسيه ثانيه من انه يستلم موقع مسؤوليه كرئاسه الحكومه؟ لا، بالمبدا الانتماء الوطني لازم يكون للبنان، يلي عنده انتماء اخر بصير في سؤال عنه. يعني؟ يعني بنفضل ضد او ما؟ نحن ضد، ولكن اذا بقينا ضد في مشكله لانه نص اللبناني نص المسؤولين رح يطلعوا برا. تحمل جنسيه ثانيه؟ لا ما عندي بقى. حزب الله مقاومه او ميليشيا؟ حزب الله مقاومه في الجنوب، وفي السياسي اللبناني يغطي ميليشيا فاسده وهي طبقه سياسيه فاسده. فضل شاكر ما سلم نفسه للقضاء، بفهمه المحكمه العسكريه مسيسه او اذا عن جد بريء يسلم نفسه؟ انا بعتبر فضل شاكر مثل كثير من الناس اللي من اهالي صيدا يلي وقعوا بمشكله واستدرجوا على مشكله ويجب تسويه هذه المشكله. يروح على المحكمة ولا ما يروح على المحكمة؟ بالنهاية التسوية بدها محاكمة وخروج وإنجاز. إذا صرت نايب تنتخب الرئيس بري لرئاسة المجلس؟ أنا بعت إذا صرت نايب ما رح يطلع غير الرئيس بري لأنه يبدو. حضرتك بتصوت؟ أنا ما بصوت لحدا. مكب صيدا، شو أول شيء رح تعمله عملياً تحت اللي تقدر وقتها إذا صرت نائب؟ عملياً بدنا إعادة، بدنا فرز على المصدر، بدنا جمع سليم، بدنا تصنيف النفايات بشكل سليم، بدنا معالجة سليم. بال 2018 افترقت عن أسامة سعد، واليوم شو يلي جمعكن؟ يلي جمعنا رغبتنا اثنين إنه ما نتحالف مع حدا من القوى السياسية التي أفسدت البلد. المحروقات الإيرانية تحدي للدولة أو بدنا محروقات من مين مكان؟ نحن منرحب بكل واحد بيساعد اللبنانيين. عودة سفير سعودية إلى لبنان عودة تعني التسوية قادمة أو نصر لمحور المقاومة؟ نحن منعتبرها خطوة إيجابية لإعادة تصحيح العلاقات اللبنانية العربية. صيدا بوابة الجنوب قطع طرقاتا شيء مرفوض يستخدم كرسائل سياسية أو مسموح حرية التعبير؟ صيدا مش بس بوابة، صيدا عاصمة، والعاصمة هي اللي بتستوعب كل الناس. نحن ما بنحب نقطع الطريق أحدا، بنحب نستقبل كل الناس. الثورة ركبتها الأحزاب فسيستها فأفشلتها، صحيح للأسف أو تجنع الأحزاب؟ روحية الثورة بعدها موجودة، في ناس حاولوا يستفيدوا منها، لكن بعتقد أنه الثورة الخالصة والثورة الحقيقية ما زالت مستمرة. أي متى كان في داعي للهلع بالكورونا ونحن ما عرفنا؟ كان مرقت علينا أيام صعبة، لكن حقيقة نحن واجهنا والشعب اللبناني وقف إلى جانبنا بالمواجهة. وانتصر حمد حسن؟ وانتصر لبنان. صار في فساد بملف الكورونا وما كشفت الموضوع للآخر، ليش نحن بدنا نصدق إنه إذا فتت على المجلس بالقضايا الكبيرة رح ترفع صوت وتكشف الأمور؟ أنا الوحيد اللي تحدى مش الفساد، تحدى محاولة تجاوز القانون، ما صار في فساد بالكورونا، صار في محاولة تجاوز القانون، تصدينا لمن تجاوز القانون ورجعناهم يمشوا حسب القانون. الطبيب الناجح ليش بده يعمل نايب بهالأزمة؟ لأنه أنا برأيي الناجحين هن اللي لازم يكونوا عم يتحملوا المسؤولية. في محامين ناجحين، في أطباء ناجحين، في مهندسين ناجحين، في حرفيين ناجحين، في ناجحين بكل المهن. آن الأوان ليجوا الناجحين بمهنهم ويعكسوها على الدولة اللبنانية، لأنه أحد أسباب انهيارنا عدم الكفاءة. دكتور بزر شكرا لك، القرار لكم.